عودة مشاهدينا مرة تانية. أرحب بضيفنا النهاردة الأستاذ جمال زايدة مدير تحرير أهرام. مساء الخير يا أستاذ جمال. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. قراءة سريعة في أخبارنا العالمية والعربية، وأعتقد أنه الصحف عامة، الصحف العالمية والعربية النهاردة أهم ما تصدر أغلب الصحف هو توكيلات اللي قدمها المشير عبد الفتاح السيسي، توجه بتوكيلاته وأصوات الترشح تناولتها الصحف المحلية، ولكن أولت لهذا الخبر اهتمام كبير كثير من الصحف العالمية والعربية، مما أيضا بيؤدي إلى مؤشر هام جدا أن مصر في محور الاهتمام. ويعني للتأكيد على هذه المسألة، أنا بس عايز أشير للزيارة الأخيرة اللي عملتها كاثرين أشتون مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنها لما جت قابلت المشير عبد الفتاح السيسي وقعدت معاه وقعدت مع السيد عمرو موسى، وبقى خطاب الاوروبي مختلف الى حد كبير. يعني هم طبعا من البدايه ما خدوش موقف حاد، وكانوا عندهم قدر من الحرص وعمالين بيتابعوا المشهد في مصر بيتجه لفين. وانا في اعتقادي لما شافوا انه اللي حصل في 30 يونيو او 3 يوليو او 26 يوليو الاستفتاء على الدستور، ده كان فيصل برضه على الدستور، انه اساسا نابع من اراده شعبيه، وان المصريين هو هم اللي عايزين ده، فبالتالي في السياسه بيتقبلوا الامر الواقع. ولذلك شفنا النهارده السفير الاتحاد الاوروبي في القاهره اللي هو جيمس مورن طلع واتكلم وقالوا ما معناه، يعني ان احنا هنبعت مراقبين علشان يتابعوا الانتخابات الرئاسية المقبلة. فده معناه أنه الموقف الأوروبي بيتحسن تجاه مصر. الاتحاد الأوروبي فكرة أنه يراقب أيضا الانتخابات، يمكن صحيفة البايس الأسبانية قالت أن مراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية في مصر ضمان لنزاهتها أمام المجتمع الدولي. فكرة مراقبة الانتخابات من قبل الاتحاد الأوروبي ده حيؤكد وحيدعم على نزاهة الانتخابات. أولا أي انتخابات ديمقراطية في أي مكان في العالم عادة بيدعو صحفيين وبيدعوا مراقبين من منظمات مستقلة وبيدعوا من منظمات حقوقية وبيدعوا كل الأطراف إنها تيجي وتيجي تشوف الانتخابات ماشية وعاملة إزاي، وبناء عليه بيقدموا تقارير، لأنه أساسا فكرة الانتخابات في الديمقراطيات قايمة على الشفافية، إنه لازم يبقى فيها شفافية. ولذلك أنا اللغط اللي بيحصل في مصر ده فيما يتعلق هل نقبل رقابة ولا ما نقبلش رقابة على الانتخابات وكلام من هذا القبيل، على اعتبار أن ده بيمس بالسيادة، ده مفهوم خاطئ قبله بصريح العبارة. لأنه لما يبقى عندك انتخابات هتخشى من إيه؟ طالما عندك بتوفر كل الضمانات لنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها، افتحها للجميع، على وسهلا كل الناس تيجي تشوف، لأن يعني عندنا شيء نخفيه بالضبط، ده عرس ديمقراطي. فبالتالي سواء الاتحاد الأوروبي هيجي أو ممثلين من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول آسيا أو من أي مكان من العالم ييجوا يحضروا ويشوفوا الانتخابات الرئاسية المصرية، وبعد كده ييجوا ويحضروا ويشوفوا الانتخابات البرلمانية، ده في حد ذاته هيدعم التجربة الديمقراطية المصرية. طيب نروح للشأن العربي ومحاولات من قطر، محاولات فاشلة للمصالحة مع السعودية. رئيس المخابرات القطرية زار السعودية حامل ملف عن نشاط المعارضة السعودية المرتبطة بشبكات تتعامل مع الدوحة كبادرة حسن النية، لكن الزيارة فشلت في حالة موقف الرياض. علمت العرب أيضا أن محاولات قطرية للمصالحة مع السعودية بقت بالفشل الزريع في ظل تمسك القيادة السعودية بأن تقدم الدوحة ضمانات فعلية. يأتي هذا أيضا وسط تأكيدات خليجية على أن الأخبار التي تتحدث عن مصالحة وشيكة بين السعودية وقطر هي تسريبات من قبل القطريين والدوائر المقربة منهم. بالتوازي حاولت قطر عبر الوسطاء دعم دق عفوا إشكالية بين السعودية وشقيقتيها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لكن هذه المحاولات فشلت أيضا. فقد كان رد الديوان الملكي السعودي على ما عرض الوسطاء أن القرار جماعي وليس منفرد. هي قطر بتحاول أنها تجد مخرج من كثير من الضغوطات الخليجية. إلى حد ما ده صحيح، بس
أنا عايز نحط في الاعتبار حاجة أساسية، أنه الموقف السعودي الإماراتي الكويتي مما يحدث من تخريب من جانب الحكومة القطرية والشيخ حمد وابنه الشيخ تميم الحاكم الحالي في الدول العربية، ده موقف جماعي. وعشان كده أحد الردود الأساسية اللي وصلت من الرياض للوساطة اللي القطريين بيحاولوا يعملوها إنه موقف جماعي وما فيهوش تنازلات. وبعدين من المضحك المبكي إنك أنت بتشوفي إن القطريين بيحاولوا يعني إن هم يحلوا مشكلاتهم مع السعودية ومع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وفي نفس الوقت اللي بيمارسوا التخريب، يعني اللي بيمارسوا التخريب في بلد زي مصر بدعم جماعة الإخوان وبدعم أعمال العنف، بالتخريب اللي بيحصل في كتير من الدول العربية. احنا لا ينبغي بأي حال من الأحوال ان احنا ننسى ان قطر لعب الدور في نزول قوات الأجنبية في ليبيا. يعني كان في قوات أجنبية وبالتحديد قوات بريطانية، قوات استطلاع نزلت في البداية من أجل حلحلة الموقف السياسي وأدى إلى حالة الفوضى اللي احنا شايفينها النهاردة في ليبيا. قطر بتمول عمليات الغرب فيما يسمى بدول الربيع العربي. بالضبط. طيب هل نقدر نقول ان في دور امريكي بتلعبه الولايات المتحدة الامريكية الان للمصالحة ما بين قطر وما بين السعودية؟ لا اشك في المسألة دي، لانه الناس كلها عارفة، السعوديين عارفين والاماراتيين عارفين والكويتيين عارفين والقطريين نفسهم عارفين انه قطر بتستخدم كمخلب قط من جانب اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية في المنطقة. أصلاً لو بصيت للموضوع بصريح العبارة هتكتشفي أن قطر دي دولة صغيرة 350 ألف نسمة، عندها فوائد نفطية من حقل غاز الشمال حوالي 900 مليار دولار، فمش عارفة تعمل بالفلوس إيه، بتحاول أنها تلعب دور إقليمي، وبتلعب دور إقليمي للأسف الشديد من خلال قناة الجزيرة. إحنا من ناحيتنا في حالة من الفشل في مواجهة الإعلام. يعني مصر كان طول عمرها عندها ما يسمى بالميزة النسبية للقوى الناعمة، إنه ما في المرحلة شبه الليبرالية قبل 52 مصر كان عندها، لا كان عندها رصيد ثقافي كبير بتلعب به في العالم العربي، التعليم، رجال القانون المصريين اللي وضعوا دساتير في معظم دول الخليج واللي حطوا النظم القانونية في معظم دول الخليج، وعندك الموسيقى وعندك الغناء وأم كلثوم وعبد الوهاب وطه حسين. قصدي حضرتك ان يعني دور مصر تراجع الفتره الاخيره؟ خلال 30 سنه اللي فاتوا بدون شك تراجع، لانه الدوله كانت ضد الثقافه، واعتقد انه ما زالت حتى اليوم ضد الثقافه. فبالتالي لحد مهتم بدعم المسرح ولحد مهتم بدعم السينما، وفاكرين انه في مقولة عمالين يرددوها بعبط وبهبل، وحتى من جانب وزارة الثقافة ان يقولك انتم مجتمع مدني، روحوا بقى للقطاع الخاص يمولكوا. دي مهمة الدولة، لانه القوى الناعمة لمجتمع وبلد اذا ضعفت الدولة بيحصل لها ضعف، بتفقد ركن من أركانها الهامة. يعني بالتأكيد. طيب أنا برضو عايزة أكد في نفس الخبر أو في سياق الموضوع القطري ومحاولات المصالحة، كان في أيضا محاولات من قبل قطر لملك الأردن الملك عبد الله الثاني لمحاولة أنه يلعب أو الأردن تلعب دور للمصالحة مع الدول الخليجية الثلاث، والملك لم يقدم سوى وعد. خليني أروح لجريدة الحياة. وزير الصحة في جدة يبرئ الإبل من كورونا ولا وباء. يعني كان في محاولات للتشكيك في إن ممكن تكون الإبل لها علاقة بالمرض، وقالوا إن ما يعني المرض لم يصل إلى مرحلة الوباء. أنا بعتقد إن النظام الطبي اللي موجود في المملكة العربية السعودية نظام دقيق، وهم عندهم إمكانيات ضخمة، وبالتالي لو إشاعة تطلع يقولوا فيها الفيروس بتاع كورونا او غيره ده جاي من الابل، ان هم يتحضوا ده بطرق علميه وسريعا، واذا كان له اي اساس من الصحه كنا سمعناه من منظمة الصحه العالميه، او كنا سمعناه من منظمات تراقب الاوضاع الصحيه في العالم، او
لكن لا أعتقد إن هذا الخبر له علاقة بالصحة بأي كان. تمام. الإبل معروفة، سمعنا حكاية إن الإبل دي حاملة لفيروس كورونا. ده الجمال حيوانات بديعة يعني، وطول التاريخ يضرب بالمثل بالجمال، وإنها بتاخد القوافل وتصير بيها عبر قبل الحضارة يعني عبر الصحراء. يا سلام. ولا حد عرف ولا سمع قبل كده إنها بتنقل الأمراض ولا خلافه. طيب نروح مع بعض ليبيا ومن الحياة اللندنية. استقالت الوزراء رئيس الوزراء المكلف بعد ضغوط وصلت إلى حد الاعتداء. خلت ليبيا في أزمة سياسية أمس بعد قرار رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثاني الاعتذار عن تشكيل الحكومة. وأبلغ الثاني المؤتمر الوطني العام اللي هو البرلمان قراره برسالة وجهها إليه أمس. على الرغم من تضرع الثاني باعتداء غادر على منزله، فمصادر مطلعة يعني هو بيقول إن نتيجة اعتداء على منزله وعلى أسرته فهو بينسحب ومش عايز يبقى في اقتتال بسبب وجوده. في مصادر مطلعة أخرى أبلغت الحياة أن الاعتذار ليس هذا هو السبب الرئيسي، ولكن السبب الرئيسي لاعتذار الثاني ضغوط تعرض لها من جانب الأحزاب التي طالبت بالتمثل بالحكومة، فيما كان رفض التشاور معها في شأن التشكيل الحكومي مؤكدا عزمه على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين. إذن هو كان عايز يعمل حكومة تكنوقراط مستقلين، الأحزاب ضغطت عليه للمشاركة داخل الوزارة. مش الأحزاب وبس، أحزاب ولجان كمان. لا أنت عندك اللجان الثورية اللي عاملينها عايزين يشكلوا الحكومة. فبالتالي وتنضم ليها بعض القبائل، وهي تقريبا ليبيا شبه مقسمة الآن، ما عندهاش دولة مركزية، وإحنا لسه يعني الخبر الخاص باختطاف كان رئيس الوزراء لعدة ساعات وتم الإفراج عنه، ده بيديلك مثل مؤشر إن مفيش سلطة للدولة خالص. الفوضى اللي موجودة في ليبيا بعد اغتيال القذافي، وإزاي لسه لغاية النهاردة مش قادرين يلملموا أطراف الدولة الليبية كما كان فيما سبق، فده مؤشر على حالة الفوضى اللي موجودة في ليبيا للأسف الشديد. طيب نروح للجيش السوري وحزب الله. من خلال أيضا الحياة اللندنية الخبر بيقول، قال المرصد الروسي السوري عفوا لحقوق الإنسان النهاردة الاثنين إن حزب الله والقوات النظامية استعادت السيطرة على بلدة معلولة في ريف دمشق. وأكدت السلطات السورية استعادة معلولة والصرخة في قلمون، بالإضافة إلى قمة جبل سلدرين ومحيطه المشرف على مدينة كسر. ذكر المرصد أيضا ومقر لندن تمكن مقاتلو حزب الله اللبناني مدعمين بمقاتلين من الحزب القومي السوري الاجتماعي والقوات النظامية الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني من السيطرة على بلدة معلولة. وأيضا المصدر قال لسانا أن وحدات الجيش تلاحق الإرهابيين في محيط البلدة وقضت على أعداد منهم وتقوم بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في البلدة. أستاذ جمال قبل ما نعلق على الخبر معايا على الهاتف السيادة السفير محمد فايز جبريل. مساء الخير. مساء الخير أخي وسهلا بحضرتك. سفير ليبيا في مصر، مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك. ما الأسباب الحقيقية؟ يعني إحنا رأينا أسباب مختلفة لاستقالة رئيس الوزراء المكلف، هناك من يقولون أن هناك بعض الاعتداءات عليه وعلى أسرته وعلى منزله، البعض الآخر بيقول أنه يمارس عليه ضغوط من قبل بعض اللجان الثورية من قبل بعض الأحزاب لتشكيل الحكومة، وهو يرفض ذلك ويقول أنه بصدد تشكيل حكومة من التكنوقراط المستقلين. أين الحقيقة سيادة السفير؟ والله الحقيقة فيما أذاعه دولة الرئيس من بيان، هو تحدث عن أسباب استقالته موضحا أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد هي التي جعلته يقدم استقالته، وربما ذاك الحدث الأمني الذي تعرض إليه منذ ليلتين، وبالتالي لا أستطيع أن أقول الرئيس ما لم يقوله في بيانه، وتبقى بقية التحليلات هي تحليلات كشأن كل التحليلات التي نسمعها هنا هناك عندما يقع أي حدث. البلد الآن تمر بمرحلة ديمقراطية ومرحلة انتقال من حالة الاستبداد إلى حالة الثورة إلى حالة الدولة، ومن هنا بالتأكيد
بالتأكيد تزدهر حالة التحليلات سواء كانت سلبية أو إيجابية، ولكنها تعبر عن حالة الحرية بثقافتها العالية. تمام سيادة السفير، كيف ترى الوضع في ليبيا بعد استقالة رئيس الوزراء؟ كيف سيكون الحال؟ والآن هي الحكومة ستستمر تؤدي أعمالها كحكومة تسيير أعمال تمام حتى يجتمع المؤتمر الوطني ويقرر التوافق على رئيس مؤقت. نحن نعلم من الآن هذه على تسمية رئيس وزراء جديد مؤقت. إذا لم يتراجع دولة الرئيس عبد الله الثاني عن استقالته فبعد ذلك المؤتمر لابد أن يسمي رئيسا جديدا أو يعني خارطة الطريق الجديدة التي بموجبها يتم انتخاب مؤتمر وطني جديد، والمؤتمر الوطني الجديد حينما يتشكل يجتمع على رئيس جديد، وهذا الرئيس سوف يستلم من الرئيس الحاضر وهي رئاسة الحالية وهي حكومة تسيير أعمال. والأقرب السيناريو الثاني هو يذهب المؤتمر لانتخابات جديدة ينتخب فيها أعضاء جدد، وربما الأعضاء الجدد يكونوا قادرين على تسمية رئيس جديد. تمام، شكرا جزيلا سيادة السفير محمد فايز جبري سفير ليبيا في مصر، وسيناريوهات مختلفة داخل ليبيا شأن الليبي يمكن الأيام القليلة القادمة ستظهر إلى أي الاتجاه سوف يستقر الأمر في ليبيا. نروح للخبر اللي كنا بنتكلم عنه، الجيش السوري والقوات النظامية السورية وحزب الله. يعني الكلام هنا بيقول انهم يعني بدأوا يحكموا السيطرة على بعض البلدان في سوريا، الجيش النظامي مدعوم بحزب الله. ما احنا لازم نحط في الاعتبار ان التعقيدات الموقف داخل سوريا، وانه الجيش السوري لا يعمل بمفرده. أنت عندك المنظومة أساساً إيران وحزب الله اللبناني، حزب الله اللبناني بيقاتل بقواته داخل سوريا، إيران بتمد ولكنه في صف القوات النظامية هو في صف نظام الأسد وبيقاتل بجوار، لأن المنظومة حزب الله اللبناني في عنده تحالف مع النظام الإيراني وفي دعم روسي لسوريا، وكلنا عارفين ازاي ان روسيا اوقفت الهجوم اللي كان متوقع من جانب الولايات المتحدة الامريكية على سوريا، ودخلت بالمقترح الخاص بانه يبقى في لجنة دولية تتولى عملية نزع الاسلحة الكيميائية من سوريا والتخلص منها. فيعني بشكل شبه يومي تقريبا هنشوف مثل هذا الموقف. يعني انه بس حضرتك شايف انه المرحله المقبله في سوريا يعني ممكن تنبئ بان القوات النظاميه ممكن تحكم سيطرتها على كثير، يعني سيطرتها هتكبر؟ ما نقدرش نقول كده بشكل قطعي، لانه في اطراف عديده ايضا بتتدخل في سوريا، وفي اطراف عديده بتزج بمقاتلين، وبعدين عندك القاعدة والمنظمات المختلفة المرتبطة بالقاعدة والتي تعمل داخل سوريا. وهو لما بنيجي نبص لما بيحصل حالة من الفراغ وانهيار الدولة في أي بلد من دول المنطقة العربية مسيطر عليها بقى جماعات مسلحة، بالضبط، فجأة بتلاقي القاعدة والمنظمات اللي بتشتغل مع القاعدة والسلاح دخل، وما بقاش في ضبط يعني للحدود وخلافه. فهذا المشهد احنا بنشوفه في سوريا منذ ان بدأت الاحداث هناك، ولذلك الحديث عن حسم قريب لصالح هذا او ذاك لهذا الطرف او ذاك الطرف يعني هيعتبر يعني من قبيل ان احنا بنضرب اخماس في اسداس. لا، صعب انه يتم حسم الموقف لحساب طرف، لكن هنقدر نقول انه، وده الكلام ده حسم من مده طويله، ان النظام السوري لم يسقط ولن يسقط، وان كل اللي حصل في سوريا لم يساعد على الاطلاق على زعزعه النظام ما زال موجود، والنظام بيتلقى الدعم،
ونظام بيطارد الجماعات المسلحة اللي موجودة، وبعدين في هناك دعوات برفض تسليح المعارضة، لأن معناها أنه هيحصل قتال واسع المدى أكتر هو مما هو يعني. أكتر مما هو يحدث حاليا في سوريا، بالإضافة لأن عندك المعارضة في سوريا معارضة مفككة، وبالتحديد الحديث عن المعارضة في الخارج للأسف الشديد كلها مختلفة مع بعضها. ولذلك هذا الموقف اللي احنا شفناه النهاردة بتاع معلولة هو مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة. تمام. طيب هروح لجريدة الشرق الأوسط، واسمحوا لي معلش عشان الخبر ده يعني خبر مهم، فهنقرأ بعض تفاصيله. داعش تهدد بغداد بمياه الفرات. برزاني بعد الانتخابات شراكة حقيقية أو انفصال. مياه الفرات تهدد غرب بغداد، والجيش يقيم سدودا ترابية لدرء مخاطر الفيضان. مصادر أمنية عراقية كشفت لشرق الأوسط أمس أن المياه التي تدفقت من نهر الفرات باتجاه المناطق المحيطة بفضاء الفلوجة بعد معاودة إغلاقها من قبل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، من المحتمل أن تصل إلى مشارف العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين. وقال المصدر الأمني طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن مسلحي داعش يسيطرون على السدة، وبالتالي فإنهم يغلقون بعض منافذها مرة ويعيدون فتحها ثانية، وهو ما بات يهدد مناطق واسعة في الفلوجة والنواحي والقرى المحيطة بها وصولا إلى مشارف بغداد، وبالذات مناطق الزيدان وخانداري حتى سجن أبو غريب بالغرق. وأضاف إلى أن الهدف الذي يريده المسلحون بلوغه هو فتح جبهة جديدة باتجاه بغداد عن طريق المياه هذه المرة في سبيل عرقلة حركة الجيش. وتحسبا لهذا السيناريو بدأت القوات العراقية بوضع سدات ترابية غرب بغداد لحماية العاصمة من الفيضانات. دي بقى يعني عصابات إجرامية. معلش أنا طولت شوية بس معلومات مهمة. لا أصل الخبر بلغ الأهمية. وكمان انهم يلجأوا الى استخدام الموارد الطبيعية زي الانهار، بيفتحوها بيقفلوها زي الانهار بهدف ان هم يعيقوا عمل حركة الجيش النظامي هناك في العراق، وكمان انه يسمحوا بمياه الفيضان انها تتدفق داخل بغداد فهتشكل مشكلة فيضان غرق، مشكلة كبيرة. ولذلك انا عمال بقول وبقول دايما وبكرر انه ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان من تربية هؤلاء الثعابين اللي هي وجندوهم وجمعوهم من العالم العربي ومن بعض الدول الإسلامية بدعوى الجهاد، وتم استخدام الدين الإسلامي استخدام خاطئ، الجهاد تحت مسمى الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي بينقلب النهاردة هم ربوا مجموعة من الثعابين، وكل ما بيحصل بقى صعب السيطرة عليهم دلوقتي كمان، كل ما يحصل فيه مشكلة في أي مكان بتلاقيهم تسربوا وتلاقي فيها جهات بتوفر لهم التمويل. ولذلك يعني مش بعيد على الإطلاق إنه أجهزة المخابرات الغربية بتحرك هؤلاء وهي اللي بتوفر لهم جواز السفر المزورة أو غير مزورة، وتوفر لهم حرية الانتقال وبتزودهم بالأسلحة، لأنه من في مصلحة ما لبعض القوى المسيطرة على النظام الدولي في إشاعة الفوضى في المنطقة العربية. أكيد. للأسف الشديد. للأسف. طيب نروح مع بعض الانتخابات الرئاسية الجزائرية. من جريدة الشرق الأوسط، انتهاء الحملة الانتخابية في الجزائر بتلاسن بين معسكري بوتفليقة وبن فليس. يا رب أكون بنطقها مظبوط. مظبوط. المرشح المستقل: الشعب يرفض الرئاسة مدى الحياة والتوريث. انتهت حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية أمس على وقع تراشق لفظي حاد بين الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة وخصمه اللدود علي بن فليس، الذي صرح للصحافة بأنه سيقاتل ضد التزوير من أجل حماية الأصوات التي ستمنح له. بالك من حاجة أن علي بن فليس ده كان بيشتغل مع بوتفليقة وكان بيشتغل مدير مكتبه وعينه في عدد من المناصب، وفجأة قلب عليه وقرر أنه يرشح نفسه. أنا يعني المشهد الجزائري كان ساكن خلال فترة السنوات الثلاث الماضية الخاصة بالربيع ما يسمى بالربيع العربي، وأخشى ما أخشى من خلال المشاهد اللي أنا شفتها النهاردة على الفضائيات سواء العربية أو الأجنبية
من التظاهرات اللي أنا شفتها في الجزائر بمناسبة الانتخابات الرئاسية أنه الفوضى يشعها من يحملون أو من يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام في الجزائر وأن يفعلوا بالجزائر مثلما فعلوا بمصر ومثلما فعلوا بدول عربية أخرى وأن يشعلوا النيران فيها. الدولة الجزائرية كدولة صارمة فيما يتعلق بالخروج على القانون وبقالها سنوات طويلة لا تسمح بأي نوع من الفوضى. وأنا ما أعرفش يعني هل الديمقراطية بتجلب الفوضى معها؟ يعني المفروض انه لا يعني مفروض لا ممكن من الممكن ان في بعض الناس تستغلها يعني كتير من دول العالم وبالتحديد الجزء الشرقي من اوروبا لما انسلخ عن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين عملوا عمليه الانتقال للديمقراطيه اخذت منهم 10 سنوات بس اوروبا الغربيه ساعدتهم بالاموال وخلافه الى ان حدث قدر كبير من الاستقرار في الجزء الشرقي من أوروبا. لكن في العالم العربي الانتقال للديمقراطية دونه صعاب جما. ربنا يستر. معاريف إسرائيل تحول الضفة الغربية بالكامل لثكنة عسكرية بسبب عيد الفصح اليهودي. وعن موقع البديل أيضا ومعاريف أزمة المفاوضات أدخلت حكومة نتنياهو في مأزق يصعب الخروج منه. خلينا يعني نبدأ الأول بتحول الضفة الغربية بالكامل لثكنة عسكرية بسبب عيد الفصح اليهودي. أولا القوات الإسرائيلية محولة الأراضي الفلسطينية طول أيام العام لسجن كبير، يعني غزة عبارة عن سجن كبير بالنسبة للفلسطينيين اللي عايشين في غزة. والإسرائيليين كانوا متعمدين طول السنين اللي فاتت إن هم يصدروا أهل غزة لمصر ويعتقدوا إنه ويشيعوا إن مفيش معبر غير معبر رفح من الجانب المصري، في حين إن هناك عدد من المعابر مع الجانب الإسرائيلي. يعني إسرائيل تحاصر سكان غزة كما تحاصر سكان الضفة الغربية كما تضيق الخناق على عرب 48 داخل دولة إسرائيل. إذن مش هو عيد الفصح اليهودي فقط، لا إطلاقاً يعني إطلاقاً ده على مدار العام وهم عمالين يضيقوا الخناق على الفلسطينيين ورافضين تماماً أي فكرة لها علاقة بمسألة إعلان الدولة الفلسطينية أو أنه يبقى في دولة مستقلة وتحارب هذه الفكرة على المستوى الدولي. تمام. طيب أزمة المفاوضات أدخلت حكومة نتنياهو في مأزق يصعب الخروج منه. نتنياهو حاليا هو في مأزق أدخلته في أزمة المفاوضات، فهو واقع بين المطرقة والسندان، ففي حال وافق على الصفقة التي تقترحها الولايات المتحدة سيجد نفسه بدون ائتلاف حكومي لأن زعيم حزب البيت اليهودي يهدد بالانسحاب، وفي حال لم يوافق فإن العملية السلمية ستتفجر وحزب هنتوعة الذي تقوده ليفني قد ينسحب هو الآخر من الحكومة. ما هي أصل حكومة نتنياهو حكومة قائمة على الائتلاف من عدد من الأحزاب، وبعدين زي ما احنا عارفين انه حزب العمل بيرفض الانضمام لهذه الحكومة، فالتشكيلة أساسا تشكيلة هشة داخل إسرائيل، ولذلك نتنياهو يميل دايما للتطرف لأنه هو شايف انه التشدد والتطرف هو السبيل الوحيد لاستمرار الحكومة الائتلافية. لو هو مشي في مسار التسوية السلمية زي ما المبادرة الأمريكية والرئيس أوباما بيحاول بين الحين والآخر، ده هيهدد الائتلاف الحكومة لأن هم هددوه صراحة. يعني تسيبي ليفني ما هددتش صراحة، لكن بعض الأحزاب الأخرى الصغيرة هددت بشكل واضح. بس هي ليفني نفسها ممكن يعني وتقع هي أيضا في ضغوط. ده صحيح، لكن بشكل عام الائتلاف معرض للتفكك، فبالتالي هو مجتمع الإسرائيلي أساسا قايم على فكرة أنه هذه الدولة قائمة على أنه في خطر دائم، والخطر الدائم هو الكفيل حكومة حرب على طول. هذا الخطر الدائم هو الكفيل بأنه يوحد الصفوف وبالتالي يمنع انهيار الدولة. طيب
احنا لسه مع اسرائيل. الديلي تيليجراف: طلاب اسرائيليون يواجهون السجن بسبب رفضهم التجنيد في الجيش. ذكرت الصحيفة بأن عشرات من المراهقين الإسرائيليين يواجهون أحكاما بالسجن بعد إعلان عدم رفضهم للانضمام للجيش بسبب جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تشير الصحيفة البريطانية إلى أن البعض يعتبر أولئك الشباب أبطال، ولكن ضحوا بحريتهم الشخصية من أجل مبدأ سامي، بينما يعتبرهم الآخرون أطفال أغنياء مدللون يتهربون من واجبهم الوطني على حساب غيرهم. طبعا يعني القوانين الإسرائيلية، عشان نبقى معرفين كل السادة المشاهدين، أن جميع الذكور والإناث مجبرين على التجنيد في الجيش الإسرائيلي من سن 18 سنة، بيتم استثناء فقط بعض المواطنين العرب واليهود المتشددين المشاركين في الدراسات الدينية. يعني موضوع بتاع التجنيد، احنا زي ما اتكلمنا من شوية انه ده مجتمع قايم على اعتبار انهم في حالة حرب، انه في نوع من العسكرتارية للدولة وللمؤسسات كلها بشكل عام، فبالتالي ما فيش استثناء لأي حد انه يتم اعفائه من التجنيد. الكل بيخش التجنيد بما فيهم الإناث، يعني الولاد والإناث بيخشوا التجنيد. ولذلك الاعتراض على المسألة ده بين الحين والآخر هتلاقيها دي موجودة داخل إسرائيل، لكن لا تشكل أهمية كبيرة، لأن 70-80 شاب بيرفضوا. يعني أنا بعتبرها مش شايف فيها مؤشر كبير زي مثلا حركة السلام اللي كانت موجودة في مرحلة من المراحل داخل إسرائيل، واللي كانت بتضغط في اتجاه إقامة السلام مع الفلسطينيين، لكن للأسف الشديد وئدت، يعني وئدت هذه الحركة للأسف. طيب، العرب بلير يواجه تهما بتعيين مستشارين من الإخوان. رئيس منظمة مراقبة الإخوان بيؤكد أن العديد من الجماعات الإسلامية لا تسمي نفسها الإخوان المسلمين، لكنها ترتبط بالتنظيم الدولي للجماعة. وذكرت مصادر بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يواجه اتهام بتعيين مستشارين من الإخوان المسلمين في مؤسسته الخيرية. يأتي هذا في وقت تفتح في بريطانيا تحقيق حول الإخوان وصلتهم بالإرهاب. أوضحت صحيفة بريطانية أيضا أنه أبرز المستشارين الذين يقدمون النصح والمشورة يحظون بمكانة مرموقة في مؤسسة بلير. لهم علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين التي تحقق أجهزة استخباراتية بريطانية داخلية وخارجية في صلتها بالإرهاب، وتواجه قرار بالحظر في بريطانيا. واعتبرت التليجراف أن الكشف عن علاقة محتملة بين مؤسسة بلير الخيرية وأعضاء من أنصار الإخوان المسلمين سوف يورط رئيس الوزراء الأسبق البريطاني الذي انتقد سابقا وفي علنية أيضا الإخوان، وقارن تنظيمهم بالحزب البلشفي الروسي، كما وصف أجندتهم بأنها غير ديمقراطية. توني بلير عنده موقف واضح فيما يتعلق بجماعة الإخوان، لكن في بريطانيا منظمة اسمها Global Daily Watch، ودي مهمتها معمولة بقالها 13 سنة، ومهمتها أنها تتابع جماعة الإخوان وتراقب نشاطهم وخلافه. لازم نحط في الاعتبار أنه اللي ساعد جماعة الإخوان، ساعد حسن البنا على التأسيس في مصر، كانوا البريطانيين خلال فترة الاحتلال. دائما كانت تفتح أيديها لهم. في وقعة من ساعة ما كان هو موجود في الإسماعيلية دفعوا له 500 جنيه، كان مبلغ كبير في تلك الفترة، وساعدوه على أنه يشكل هذا التنظيم. ولذلك أنا بقوله بشكل واضح أنه جماعة الإخوان قاعدة في حجر الإنجليز بقالهم سنين طويلة. مش الإخوان فقط، يعني كل من ينتمون إلى هذا التيار، لا بالتحديد جماعة الإخوان. فالعلاقة علاقة ممتدة، وأجهزة المخابرات البريطانية MI5 سواء اللي هو جهاز الأمن مخابرات الداخلية أو MI6 اللي هو جهاز المخابرات الخارجي، عينهم على جماعة الإخوان، بيدعموهم من ناحية لكن بيراقبوهم من ناحية أخرى. وأنا بشك في مسألة أنه في بريطانيا هيسمحوا لعناصر من جماعة الإخوان أنها تتسلل. والحديث اللي بتقوله المنظمة اللي هي Global Daily Watch بتتكلم على شخصين، اللي هو اسماعيل خضر الشطي، ده عضو في المجلس الاستشاري لمؤسسة بلير، وده قيادي في الحركة الدستورية الإسلامية والفرع الكويتي لجماعة الإخوان. يعني هناك في الكويت حاجة اسمها الحركة الدستورية الإسلامية. إذن ده هما موجودين بالفعل داخل مؤسسة بلير.
هذا الشخص له وضع استشاري، وكمان في واحد كان مفتي السابق للبوسنة والهرسك اللي هو اسمه مصطفى تسيريتش، ده برضو عنده وضع استشاري في مؤسسة بلير. قد تكون الشكوك طارت حواليهم، فعشان كده تم تسريب هذه المعلومات. لكن توني بلير له موقف واضح من جماعة الإخوان المسلمين، وهو بيدينها وبيعتبر نشاطهم كأنه زي نشاط البولشفي. تمام، أنا بشكرك جدا أستاذ جمال. شكرا جزيلا. كل الشكر لضيفنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ جمال زايدة مدير تحرير الأهرام. وبكرة إن شاء الله أشوفكم على خير، أسرة جديدة، والنهاردة وبكرة.